عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة مستجدات العمل بمشروع المتحف المصري الكبير وموقف تطوير المنطقة المحيطة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وأشار مدبولي أن هناك توجيها من الرئيس السيسي بتحقيق التكامل والتناغم بين المتحف المصري وجميع المواقع المحيطة به من خلال شبكة الطرق والمحاور المؤدية له، بما يجعل هذه المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة في العالم، وبما يتواكب مع أهمية المتحف كأكبر صرح لعرض الآثار على مستوى العالم، وباعتباره أيقونة ثقافية للإنسانية بأسرها. عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا بشأن عرض أبرز ملامح الخطط الاستثمارية للعام 2023-2024 بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من المسؤولين. وخلال الاجتماع قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم الملامح الأساسية للخطط الاستثمارية للعام في إطار مرتكزات ومستهدفات خطة التنمية متوسطة المدى 2022-2023-2025-2026، مشيرة في هذا الصدد إلى أن التوجهات الاستثمارية للخطة الاستثمارية تركز على القطاعات ذات الأولوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، ممثلة في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات، مشيرة إلى أنها تركز أيضا على إعطاء الأولوية لمشروعات التحول الرقمي، فضلا عن توجيه الاستثمارات الصناعية لصالح مشروعات إحلال الواردات من المكونات والسلع الوسيطة للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية وتأمين توافر مستلزماتها، إلى جانب تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة من أجل العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل. على هامش زيارتها الحالية لمصر، حرصت جلالة الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا وصاحبة السمو الملكي الأميرة إليزابيث دوقة مقاطعة برابانت على زيارة عدد من المعالم الأثرية بمحافظة الأقصر، وكان في استقبالهما الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار. وأوضح وزيري أن الزيارة شملت أماكن عمل البعثات البلجيكية في الكاب ودير المدينة ومقابر الأشراف، بالإضافة إلى مقبرة الملك توت عنخ أمون بوادي الملوك. هذا وقد حرص الدكتور مصطفى وزيري على تقديم هدية تذكارية لملكة بلجيكا تخليدا لزيارتها لمصر، عبارة عن ورق بردي يحتوي مناظر للملكة نفرتيتي وتوت عنخ أمون. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه أبلغ نظيره الروسي الجنرال سيرجي شويغو بأن الولايات المتحدة ستواصل تحليق طائراتها في المجال الجوي الدولي بعد اتهام طائرة روسية بإسقاط مسيرة أمريكية كانت تحلق فوق البحر الأسود. وخلال اتصال هاتفي أجراه وزير الدفاع الروسي والأمريكي، قال أوستن: ستواصل الولايات المتحدة الطيران حيثما يسمح القانون الدولي بذلك. وأضاف: يتعين على روسيا تشغيل طائراتها العسكرية بطريقة آمنة ومهنية. حقق نادي ريال مدريد الإسباني فوزا مثيرا على نظيره ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد في إياب دوري 16 بدوري أبطال أوروبا، وسجل كريم بنزيما هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78 من عمر المباراة، وحسم ريال مدريد تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما فاز ذهابا وإيابا على الريتس بإجمالي مجموع اللقاءين 2-6. شاركت القوات المسلحة في المؤتمر الطبي فيرست جينوم داي احتفالا بمرور عامين على إطلاق مشروع الجينوم، وذلك بالاشتراك مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورعاية شركة اليومينا العالمية. بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة اللواء طبيب خالد عامر رئيس مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة، نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور، مؤكدا أن مشروع الجينوم هو أكبر مشروع علمي في تاريخ مصر الحديثة، وهو حجر الأساس للطب الشخصي والدقيق ومحور كافة الأبحاث الطبية خلال السنوات المقبلة. كما أشار الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي
إلى أن تنفيذ مشروع الجينوم يعد طفرة علمية هائلة، منارة لكل الباحثين المهتمين بأبحاث الجينوم، ويتيح الفرصة لدراسة العينات داخل مصر. وألقى الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية كلمة أشار خلالها إلى أن مشروع الجينوم يهدف إلى رسم خريطة جينية مرجعية للمصريين لعلاج الأمراض المختلفة وتحديد العوامل الجينية المؤثرة في الاستجابة لأسباب الأوبئة، كما يهدف أيضا لدراسة الجينوم المرجعي للقدماء المصريين والجينات المتعلقة ببعض الأمراض الشائعة في مصر مثل أمراض القلب والأورام والأمراض الوراثية. حضر فعاليات المؤتمر لواء طبيب عيد الطويل مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من أساتذة الجامعات بالصروح الطبية المختلفة.